السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الأول الثانوي. إن شاء الله النهاردة من درس تطبيقات التشابه على الدائرة هنحل تمارين اختر. كنت شارح الدرس ده قبل كده بالتفصيل في الفيديو ده، هسيب لك رابط الفيديو في الوصف وفي أول تعليق. هدفنا النهاردة إن شاء الله إن احنا نحل تمارين اختر. السؤال رقم 14 أول نقطة فيه بتقول في الشكل المقابل س زائد ص بكام؟ ص عبارة هنا عن مماس. كنا بنجيب المماس ده ازاي؟ فاكر؟ كنا بنقول ان الص تربيع بتساوي، نقف عند النقطة دي ونضرب القريبة ونرجع تاني البعيدة، 5 في 20 اللي هو العشرين جت منين؟ 5 زائد 15 الخط كله. يبقى الص يا أستاذ طلعت بتساوي 5 في 20 ب100 جذرها 10، لأن هنا كان أس 2. كده أنا جبت الصاد. عاوز أعرف السين. ممكن تشتغل بالصاد اللي أنت جبتها وتقول إن صاد أس 2 بتساوي 4 ف4 زائد سين، وممكن تشتغل بالمعطى اللي كان موجود لو أنت مش واثق في صاد. يبقى إحنا هنقول له يا أستاذ 5 في 20، ده في ده كله بتساوي 4 في 4 زائد سين، بتساوي 4 في 4 زائد السين. هنا 100 بتساوي 16 زائد 4 سين. هنعدي 16 بإشارة مخالفة. 84 اللي هي 100 ناقص 16 بتساوي 4 سين. هنقسم على 4، يبقى السين بتساوي 21. يبقى أنا قدرت أجيب له إن السين ب21 زائد الصاد ب10 تطلع الإجابة كلها 31 اللي هو الاختيار د. في الشكل المقابل سين ع صاد بكام؟ رحنا ندرس الشكل لقينا دايرة. طيب لو في أوتار اتمدت واتقطعت بره الدايرة كنا بنحسبها إزاي؟ بمنتهى البساطة يا أستاذ بنقف عند نقطة التقاطع هنا أو هنا. طب أنا هبتدي من هنا، ليه ما ابتديتش من هنا؟ هنا في مجهولين صاد وسين، إنما هنا في مجهول واحد بس اللي هو سين، لأنني باخد المماس مع الضلع اللي حامل الوتر، هاخد ده لحد دال مش هاخده كله لحد ه. كنا بنقول إن السين زائد 3 أس 2 دي بتساوي 6 في، أرجع تاني للنقطة، 6 زائد سين. هنفك الأقواس، الأول تربيع الأخير تربيع، الأول في التاني في 2 بتساوي 36 زائد 6 سين. هنساوي السؤال بالصفر، بقت سين تربيع ناقص 36 ناقص 9 ب27 بتساوي 0. لو عدينا 27 بإشارة مخالفة وجينا نجيب الجذر هتطلع السين بتساوي 3 جذر 3، جذر التربيعي لل 27 على الحسبة هتكون 3 جذر 3. كده نجيبت قيمة سين. طب عايزين نجيب قيمة صاد. هنا احنا لازم نحط قيمة سين. صاد في صاد زائد 7، صاد في صاد زائد 7 بتساوي 2 جذر 3 في 5 جذر 3، 2 جذر 3 في 5 جذر 3. كنا بنقف هنا نضرب القريبة في البعيدة، 2 جذر 3 في ده كله اللي هو 2 و3 5 من جذر 3. ص تربيع زائد 7 ص بتساوي 2 في 5 ب10، جذر 3 في جذر 3 ب3. كده دول بقوا 30، نعديهم بإشارة مخالفة، بقت ص تربيع زائد 7 ص ناقص 30 بتساوي 0. 30 عبارة عن كام في كام يا شباب؟ ال 30 دي يا أستاذ عبارة عن 3 في 10، 3 في 10. الأخير سالب، الكبير ياخد المنتصف والتاني عكسه، ومنها الصاد ب3 ومنها الصاد ب10، ده مرفوض مفيش طول بالسالب. يبقى أنا عرفت دلوقت
إن السين بتلاتة جذر تلاتة، وإن الصاد طالعة بتلاتة، لو قسمتهم على بعض الناتج هيكون جذر تلاتة اللي هو الاختيار ج. في الشكل المقابل ألف باء بكام؟ رحنا يا أستاذ ندرس الشكل. هنرجع يا باشمهندسين بالذاكرة كده لتالتة إعدادي. فاكرين لو كان معايا مماثل الدايرة؟ أول درس ترم تاني هندسة في تالتة إعدادي حضرتك درسه. كان يا أستاذ لو في مماثل الدايرة الخط اللي جاي من المركز عمودي عليه، يعني نص القطر بيكون عمودي على المماس. تمام، بيعمل في إيه بقى؟ يا أستاذ لو في خط جاي من المركز في الدايرة الكبيرة بقى، خط جاي من المركز عمودي على وتر بيقسمه. دي كانت قاعدة من الدرس الأول. طالما اتقسم دي بتلاتة دي بتلاتة زيها، بس خلاص كده الموضوع انتهى. تاني نفهم الناس تاني، كان في تالتة إعدادي في الترم الأول بيقول لو في مماس لدائرة يعني خط بيلمسها من بره، يبقى نص القطر هيكون عمودي على المماس ده. لو شلنا الدايرة الصغيرة وخليناها في الدايرة الكبيرة، في الدايرة الكبيرة ده وتر وفي خط جاي من المركز عمودي عليه، يبقى بيعمل في ايه؟ يبقى بيقسمه. ده اتقسم، دي بتلاتة يبقى دي بكام؟ دي بتلاتة زيها. يبقى معنى كده ان ألف باء تربيع مماس تربيع بيساوي اتنين أول تقاطع مع الدايرة لآخر تقاطع. خلي بالك انت شغال مع الدايرة الكبيرة، لأن المماس ده للدايرة الكبيرة ما بتقفش عند الدايرة الصغيرة. يبقى أنا هقول له ده عبارة عن ألف جيم في ألف دال، ما تقولش في ألف هي. يبقى بتساوي اتنين في الألف دال كله، التلاتة والتلاتة والاتنين، ستة واتنين تمانية. يبقى ألف باء طلع بجذر الستاشر، وجذر الستاشر هنا بيساوي أربعة اللي هو الاختيار ألف. النقطة الرابعة بتقول إذا كان ميم مركز نصف الدائرة فإن سين تساوي كام؟ دي نص دايرة يا أستاذ، يعني لو كملناها هتكون دايرة كاملة. تعال نكملها، إحنا كده كملناها، مش ده بقى يعتبر نص قطر؟ تعال نكمله، مش ده هيكون نص قطر زيه؟ أيوة، اللي هو قيمته بكام؟ ده كان باتنين زائد سين، يبقى ده زيه، اتنين زائد سين، يبقى ده باتنين زائد سين زيه. تمام يا أستاذ، تعال بقى نطلع الناتج. مش اتنين في ده كله، بنقف عند نقطة التقاطع وبنتكلم، اتنين في اتنين زائد اتنين سين، اتنين في اتنين زائد اتنين سين. تاني بنقفنا ونضرب الاتنين دي اللي هو القطعة دي في القطعة دي كلها، كلها اللي هي عبارة عن سين زائد اتنين زائد سين. طب جبت اتنين زائد سين منين؟ ما هو ده نص قطر، ده قده، بتساوي الستة في أربعة. لو قسمنا يا أستاذ على الاتنين أو ضربنا الاتنين هنا في القوس ده، يبقى أربعة زائد أربعة سين بتساوي أربعة وعشرين اللي هي أربعة في ستة. هنا أربعة سين بتساوي عشرين، لما عدينا الأربعة دي بإشارة مخالفة، أربعة وعشرين ناقص أربعة، نقسم على الأربعة يبقى السين بتساوي خمسة اللي هو الاختيار ألف. في الشكل المقابل باء دال بتساوي كام؟ رحنا يا أستاذ ندور على الباء دال، أنت عاوز دي، هي دي اللي أنت عاوزها، ماشي. أنا معايا كده دايرة صغيرة فيها وترين متقاطعين، تستفاد إيه؟ أستفاد إن لو ضربت التلاتة في تمانية اللي هو دي في دي هتساوي السين في أربعة. لو قسمنا على الأربعة السين طلعت بتساوي ستة، دي كده بستة. لو درينا بقى يا شباب على الجزء اللي ورا ده، شوف الحتة اللي هعلمها لك بالخطوط دي، لو خدت دي كده وخدت دي كمان من هنا، مش دول يعتبروا قطعتين حاملين أوتار ومتقاطعين بره الدايرة؟ أيوة،
يبقى أنا هقول له السين اللي احنا جبناها بستة في ستة زائد 18 يبقى ستة في 24. ال24 دي جت منين؟ ستة و18 اللي هو بنقول من هنا من نقطة التقاطع لألف في من هنا لحد جيم. نفس الكلام في الناحية التانية، بتساوي 8 في 8 زائد الباء دال. دايما بقف عند نقطة التقاطع واتكلم. يبقى هنا يا أستاذ 6 في 3، إيه ده؟ الـ 24 راحت فين؟ أنا قسمت الطرفين على الـ8 عشان أبسط الحسابات. عايز تضرب الـ8 وبعدين تساويها بالصفر عادي. بتساوي 8 زائد باء. يبقى هنا 18 ونعد الـ8 بإشارة مخالفة. يبقى باء بتساوي 10 اللي هو الاختيار جيم. في الشكل المقابل إذا كانت دال جيم بيساوي الميم باء. ماشي يا أستاذ، زي الفل، مفيش مشاكل. أنا جيت سميت دي سي وسميت دي سي، بس ما ينفعش أشتغل على حتة على نص قطر، لازم يكون قطر كامل أي وتر في الدائرة، فهضطر أكمل الخط ده. لما كملناه يا أستاذ ده بقى سين زيه. يبقى أنا هضرب دلوقتي 6 في إيه يا شباب؟ 6، ناخد الخط كله في 6 زائد سين، تمام، بتساوي 4 في 4 زائد 2 سين. هنضرب الستة، يبقى هنا 36 زائد 6 سين بتساوي 16 زائد 8 سين. هنساوي السؤال بالصفر أو نعد الـ16 بإشارة مخالفة، بقى هنا 20، نجيب الستة سين الناحية دي، بقى هنا 2 سين، ومنها السين بتساوي 10. يبقى أنا قدرت أعرف إن نق ب10، كده نق بتساوي 10. يبقى محيط الدايرة بيساوي إيه؟ 2 في باي في نص القطر اللي هو 10، تطلع بتساوي 20 باي اللي هو الاختيار جيم. في الشكل المقابل دائرتان متقاطعتان في ألف وباء. إذا كان ألف سين بيساوي باء جيم، فإن سين صاد تساوي كام؟ رحنا يا أستاذ ندرس الشكل، لقينا في دائرتين، ده مماس وقطعة حاملة وتر، وده قطعتين حاملين أوتار في الدائرة الصغيرة. هنشتغل إزاي يا أستاذ؟ هنسمي وليكن مثلا يا شباب إن دي مثلا لام ودي ميم، وطبعا دي لام زيها. لو اشتغلنا في الدايرة الكبيرة، سين صاد أس 2 بتساوي ايه؟ بتساوي يا أستاذ لام في لام زائد ميم، بقفنا وأقول القريب في كله. لو في الدايرة الصغيرة ايه اللي بيحصل؟ قلنا له يا أستاذ لام في لام زائد ميم دي بتساوي 4 في 9. قال لا، طب ما الطرف ده هو الطرف ده، يعني الاتنين دول متساويين، يبقى السين ص بتساوي جذر 36، يعني هتطلع بتساوي 6. يبقى السين ص هتساوي 6 اللي هو الاختيار ب. السؤال 8، في الشكل المقابل ألف ب د ثلاث نقط على دائرة مركزها ميم. لو كانت الجيم منتصف خط جاي من المركز بينصف يكون عمود. دي معلومة من تالتة إعداد، مش عارفين هنستخدمها هنا أو لأ. وكان الألف ب بأربعة وعشرين، قلنا الأربعة وعشرين يبقى دي باتناشر ودي باتناشر. وكان الدال جيم كله ده بيساوي 18، ماشي. فإن طول نص قطر الدائرة يساوي كام؟ قلنا له احنا نكمل الدايرة عشان نعرف نتكلم. كملنا الدايرة يا أستاذ، برضو عايزين نكمل الخط ده عشان برضو نعرف نتكلم. كملنا الخط كمان. طيب هو عاوز نق، هتجيبها ازاي؟ حضرتك قلت من الدال للجيم ده دي ب18، مش كده؟ قلنا ان من الدال للجيم ب18، كويس. الدال جيم كلها عبارة عن ايه؟ لو انا سميت القطعة دي سين، مش دي عبارة عن نق زائد سين؟ دي كده نق
زائد س. طب ودي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن نق ناقص س. كويس، انت عارف ان نق زائد س دي بتساوي 18، خليها في بالك عشان هنحتاجها. ايوه يا استاذ عارف. تعال بقى نطبق التشابه، مش 12 في 12 بتساوي، بنقف عند نقطة التقاطع دي في دي، بتساوي نق زائد س في نق ناقص س. ايوه برافو عليك، نق زائد س مش معاك ب 18؟ ايوه، دول 12 في 12 ب 144، بتساوي 18 في نق ناقص س. ممتاز، اقسم على 18، 144 على 18 دي بتساوي نق ناقص س. 144 على 18 فيها 8 بتساوي نق ناقص س. طب انت حضرتك مش جايب نق زائد س كانت ب 18؟ طب مجمع العلاقتين دول، 2 نق بتساوي 26 ومنها نق بتساوي 13. كده انا قدرت اعرف ان نق ب 13 واقدر اجيب لك د م ب 5، يبقى الاجابه هتكون د لانه عايز طول نص القطر. اتمنى ان اكون قدرت افيدك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.